أول ما جيت في الشكال في سيف التمر من البطال فارس العدوم شجيع جوادي مقلد بالاتصال قال لي وحمالي على ظهور جمالي دونير تابع رجالي خلف الهويل الهودج والهودج فيه متعب راح تمام القادرين مهما قبلت عليه ينفهم بعد في السلام ثم جاوبني بكلام ثم جاوبني ارفع بيا ودوا وقلبيا لمين جيتي ومتكون من عمل العربان قلت له كنت كبير حيهم ثم انزعني نمير بعد عزين فاني عنهم املك مالي والحرف والمراس والهجاج عنهم ما خلاني الا الخافيه كلها تلغيها القوم هجرت المالية وجيت قاصد للحاضي غدرهم بغيت لعلمك صاحبي في أرضك وحزن يدي لعلمك كما قالي حتى لملك شي دار جيت ننزل شريها في قريب وإذا تحتاج المال تجدولك عندي شاي تريد دهيت يدي للجياب وطلعت بزود بيوت هادو مني ليك خذهم تستاهلهم يا فريد تأمل في كلامي وقلبي ما عنديش ترتاح شوف غيري ما لي حاجة بخرطتك أبي وصاحبي على صحبة تسلم ما لنا شريك طاغي ولا جبار كيف نصحب عاصي المير سير عني يا هذا الجناحي سوق جمالك ذات الومني أني فيك صلاح نقاس والهوى متاع حرز وين أبو جلال حرزها عند الجناحي لكن حيا لي كتاب وزفرت في الفراح قاس والهوى متاع وجيل ذهل وتكلف الإنسان قال استر وجهك يا طالبة لا تفعل فعل الربان عشان الله انطقت قلت له وش نكون من الربان أنا يا سيدي جيد أحسيبة ما مرضى بالسفاح في الخمس تربيت وما خرجت عليكم بالدار طول عمري لله هذا النهار سببي في خروجي غيار وسببي في خروجي غيار سببي في خروجي غيار قال لي سبت هذا الغيار قلت له قلت ليه مع زوجي في الحلال والآن خرجت نسير عند ناسي وتلفت على الطريق رغب فيا جليل حوزني الجدار لا تخطى في عارك ومع الصباح تخرج عند حبابي نسير تكلم بعد الصلاة وقال تكلم يا ركارة العشير ما ينفع فيكم خير
وشوفي غير الحجر اللي عليك جواهر ما تبرك والقايس والحنش المعدج غير مسكي خزنة وخارقة استهدى ويقضى ما قريتي بطعام روح لبكان كده يفتدني ما عندي حاجة ليك يشطل عقلي ومزحيك الشيطان ينبه الورا بفعالي القباع القاس والهوان الرزق من الأبدال فرزها عند الكون لكن بحيا ليتها فرت بالفرا قاس والهوان بتاع لازم تجي على الشكل وبصفتها على كل حال لازم تجي على الشكل وبصفتها على كل حال تاخد فرق وليفتي طلوع هلالي فيها يعود قلبي سالي ورقيب ليصط في مكاني جيتو في سيف شقيه أديب البيب حق الصوت جيتو في سيف شقيه أديب البيب حمص الكحاي بالعلوم طري ورشو قالون صاحب البكي وكلماتي كذاك راوي كل رواية بين حمزاوي في اللغة شديد قاري علم التوحيد والرسالة حتى سيدي خليل اشتحي مني كل من لقاني في يدي تسبيح الفهم والبدا والكفاف مهما قبلت عليه زدت عدو وناديته بالسلام وجلست على باب الرصاف ندد فيا نظرة وقال لي ايش بغيت يا فقيه وش من حاجة عندي احتجتها نوجدها لك في قريب جاوبته بالقافة وقلت له البارح جاوبته بالقافة وقلت ليه البارح لريب شفتني ملابة غرضي مضعف عسابية ترحل أنا ضليت معاك شي غزال في دارك تنهيك عن الطاعة وصلاتك والصيام لا يغويك بها وزينها حتى تبلى بالهيا قوم بحق المولى ولا يغر شيطانك بالغرام دابا عمرك تبقى سوايعو جرع كاس الحمام قوم اعزم وصلني لمرصدك الغرمني استفاد الشيف ويد مني ولا نحدثك حتى ترجع للطريق احسب قبل قولي من يرد البال نخطر وعرفت دهقاني منين جاوبني وصراني وقت انت قلت بطال قلبي ناس العلم تعمر الجالس وتبين الالوم ناس العلم تعمر الجالس وتنبه بالالوم اهلك بيا خلطات شوفني المنامة ولا ما نظرت خيالك عمري ولا نعرفك عالم ولا غشيم انت الا طمع والطمع طاعون لمن لا يرد بال وخذ كل مقدام قد خل الدار وشدها وعرض عن هذا الكلام صرت ندبر في ملاد في وحيدتي ما تغلام لا ينمع في يدي صلى في مسا وصباح تبقى سوية الرز مين أبو دلال الرزها عند الدلال لكن حيالي ديتها وظفرت بالفراح تنقص الهوى ما ارتاح حراز بين ابو تلال ارجها عن تلال لكن حيالي ديتها وظفرت بالفراح تنقص الهوى ما ارتاح
تهجري تضرب المثال وانا من نوع ابن الغزال ما يحسب عمري يشوفها ما يحسب عمري يشوفها بمنامي ما يحسب عمري يشوفها بنيامي ولا تولدي بمدامي ولا تحوزها وصاري جيت في شكل عدى كل شكل ما يحقو لا من هو بيت في شفت شخص كبير كنت غايب وخلطت مع الطريق زدت وسلمت عليه وصاب سلامي الأمور دموعي على الخدود ساكبة حتى انفزع من بكاي اتكلم بلسان وقال اش غالبك ليا اش غالبك ليا اش غالبك ليا اش غالبك يا عوض الوالدين إذا كنت تبكي على شبابك انتهى انتهى شباب قوما وعاد وشايبين وإلا كنت تبكي على متاع الدنيا دار وغرور تفنى ونعود وراحلين وإلا كنت تبكي على أحبابك ماتوا أين النبي إمام المرسلين حين النبي المبعوث إمام المرسلين وإلا ظلك شي حد تقول وإلا ظلك شي حد تقول وإلا ظلك شي حد تقول وإلا ظلك شي الله يسيب الظالمين الله يسيب الظالمين أنا يا سيدي قلت لي كنت مسافر كملي سنين وأنا في در التركمان واليوم منين خلطت صبت أخي مات وبنتو حكاولي في عصبتك نبغي نزورها لا تمنع لي من وصولها دايما من وراء صيدة المحرام هذا قلب محال قال لي لا نقبل هذا القوال هذا بهتان عظيم فاش جيتي تفهى فيه الأقول خاف من الله قلت له لا يزنغ بيك اللسان ما تعرف ان الشي هو قرب لنا هذه فرحتك بيا وانت لي نسيب نعطيك وصاف البنت كيف هي واسمها دون ريب نعطيك
ماضي وشاف البنت كيف هي واسمها دوني. أتمنعني من وصولها للقاضي الدليل، وإذا تمنعني من وصولها للقاضي الدليل قد هول كذاني من كلامي وتخلي قريبي. طب عند الجمال شفته تغير حاله اكيد، سألته عن ما فيه عدلها وانت ماشي نعيد. عرفت لغزة خليلها ندور الاشكال على الرقيب، صارت تبكي وتقول احبابي نزال الوحيد. حتى طحت عن فراشها بالسقم والريح من قتل وما ارتاح. حرز مين ابو دلال حرزها عن الكماح، لكن محلاي اديتها وفرت الرمح. ولا ليه سرور كان وصدف القصايص والهوى، ولا ليه سرور كان وصدف القصايص والهوى، وخرج عازم حاسه يسيبني قدامه. ما صابني في قربه صرامه، وقوات اللي يعتوه يابو وبطاير تجامني مبين. وبطاير تجار من يبيه بشي فقيه يكون حكي من جيني. صاحب صروع الجن كما يريد ثم رجعت لعند الوكيل، ناوي ندخل ومادة خبر رفض من الكتب ما يحير العقل. من علم الزناتي والضمياطي وما أحسب الجملة وكذا بيستي من زمان. شاين خفيفين قبلت عليه وقلت زين، لقاني بالبشرى الطيبة وجلسنا بعد السلام. ما تعرف يا لفظيه قال ليشي، ما تعرف يا لفظيه قال ليشي طالب الجام. صاحب المكي وزناتي شديد نعطيه المال اللي يريد. انا طالب دجان قلت له كل ما تبغي معاي. انا طالب دجان قلت له كل ما تبغي معاي، لا توجد حد سواي. قال لي هاد استخراج الضمير، نزلت شكال الخط بالحساب وزدت الجزم كبير. نعطيك بشارة خير قلت له هذي بنت معاك في رصانك هذا بريد. زوجتك مصروعة بالجنة من البارح عند غروب النهار، وسبابك شيفك دهر عنها جاء عند الرياضي يزورها، ومنعتيه من الدخول
حين خبرتيها بيه في الحباب تفكرت وعلى البلا ضربها روحاني حين خبرتيها بيه في الحباب تفكرت وعلى حين خبرتيها بيه في الحباب تفكرت وعلى البكا ضربها روحاني في الظلام نادو قبل يدي وقال لي هذا عليك قم تدخل عندي وتشوف حالها عسى تبرى من علالها ويجعلك ربي سبابها قم تدخلت معاها غير كبر تدخلت معاها للرضا نسيب غزالي على فراش نستحفل حسن باي أذكر على في الحين قلت لي هاتيني بالنار والبخور معايا دابا فرجك في الصال في الساعة جاب النار حطها وبقى ينظر ما يصير طلقت عليه البنج بعد درت حجابي ضده للغزال طلوع عند بدر الشريق ثم طاح الكرفي وغاب عن الوجود الله لا ينوض من هادي ولا يفيق قالت بدر الزين حين فاقت لا يجمع باللئيم معزم وصل لي لمصرك نهنا بنتك يا عيني ودي تلعب روح الرضا هادي تتواح قاتل هو فتاح حراس طويل ابو جلال حرزها عند الكاحين لكن حيالي ديته ودفرت بالفرام قاتل هو فتاح خضنا فرجوتنا بالحبال وزهينا بالجامع وصال خضنا فرجوتنا بالحبال وزهينا بالجامع وصال غيرنا والعذراء خليل دير تزال في رياض بالشجور تبعنا وسرورنا ما لا ينتهى وحدة في قلب عرس رمسيونا بالسوار احنا في قلب عرس رمسيونا بالسوار منازع يفجون الدار حافل الشجار والزهر يغرق ديناره على بشعر تبين اسود الشفار صوت طياب الروض كتهنيني بكمال السرور فوق فراشات الحرير الجواهر والحلات والحدي والناقل طايس الذهب واخوة وفرص كثرية تضوي بين البذور السلف والمهدور فيه توصى عيام وكل منير وانا خالع لأداب للزهوك الشبل العاد ليدو والصفرة والراح بيد النار طهرة تهديني كيوسها طهرة تهديني شفوفها
والقلب الورد الخدود وتكون ظريف وبالخدود ظريف ومدهور تنادي يا محبوب خاطري قالت لك ليا فوز وتسلم باقي غياب غبخي الحراز ما بقالو عثر ولا اخبار كيف لعبتي بشطار تلعقل وبلا وزن حبار ما نجوزك دايم طول العمار قلت لها يا مكمولة الله نقص منك بقوة القلب وثيوتك واللحظة والشفر والغمض وتعليق العجبل والخط المسرار لو يجي حرازك بذراق من عفارت وقبايل والجنود ما يوصل للدار نهاية تبخض يخود ليك احفظ يحلى مرونقى في هذا الرفيس بالسكون دون ياقوت الرفيع سلامي على الشياخ قلبه مدى بالحادي على الثرى في برور الفجر وسيح ليهم سميني أبطيني يا مازال يذكر واسمي في الغاية مازال يذكر قول احمد الغراب اللي يحضر استغفر الله من القول الموضوع بالأفعال استغفر الله من القول الموضوع بالأفعال هذه الشطرة عندنا الشعر باب الزكال ما بالحيال ولا درك تهيفة فعال الزمان إلا ترصى عن نظام شادو لي بيه الصعام نقاسو الهوى مركان خرز الوين أبو دلال رزها عن الكواح لكن بحيالي ديتها وفرد بالفرح I'm